ونشيد مدرسة هناك. بنى أركانها شيخ كريم بآيات من الغرر اللطاف. بنى أركانها شيخ كريم بآيات من الغرر اللطاف. بها للنازحين أقيم صرح تلألأ بدره بين المنافي. كأجمل وردة فوق الضفاف يتناسبون بمدرسة الرصافي. يعطر صبحها الوقت عالم سماوي تزين بالعفافي. سقاها الخنجر الفياض شهدا زلالا بالندي من السلافي. سقاها الخنجر الفياض شهدا زلالا بالندي من السلافي. فأشرق وجه من نزحوا بشمس تغنيها الحسان من القوافي. كأجمل وردة فوق الضفاف يتناسبون بمدرسة الرصافي. يعطر صبحها الوقت عالم سماوي تزين بالعفافي. كأجمل وردة فوق الضفاف بسم الله الرحمن الرحيم. على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم الرصد في برنامجكم الجماهيري استوديو 9 من قناة الفلوجة. واليوم وتزامنا مع عيد المعلم الأغر، نبارك للمعلمين وللهيئات التدريسية في العراق كافة عيدهم المجيد، وهو أهم الأعياد، لأنه بدون العلم لن تتطور المجتمعات، وبدون العلم لن يصنع مستقبل الدول. العلم هو البوابة التي من خلالها تمر كل أفواج الإنسانية نحو مستقبلها. فمبارك لكم أيها المعلمون،
ومبارك لكم أيتها الهيئات التدريسية، ومبارك للذين يعملون بالفعل بوزارة التربية من أجل صالح أبنائنا الطلبة. أما الذين سرقوا جهود المعلمين والطلبة وحقوقهم، وخاصة اللي جاي نشوفه في مفاصل مختلفة، أهمها المدارس الطينية ما زالت موجودة في العراق، وأكثر من 60 طالب ما زال الطلبة يجلسون بدون رحلات في صف واحد، والكتب المدرسية وطباعتها، وسرقت ثروات البلد من خلال مثنى السامرائي وعصابته. هذه لا نبارك لهم، لكن من حقنا أن ندعو الله عليهم ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وما ضاع حق من ورائه مطالب. أما اليوم أنا شوية سويت لي شرخة هيك، قاعد والله جاي أشوف على الفيسبوك، تلقى نواب سياسيين يستعرضون اليوم يستعرضون أنهم فرحانين بعيد المعلم، وبعضهم من محافظات النزوح ومدنها اللي مرت عليهم أصعب محنة إنسانية في تاريخ العراق المعاصر، أن أكثر من 6 ملايين مواطن يتركون مدنهم ومحافظاتهم لتحتضنهم كردستان، وبعض المدن العراقية لأكثر من 6-7 سنوات. هؤلاء السياسيين اليوم اللي ناشرين صورهم وهم بالمدارس، كنت أتمنى لو كانوا بأيام النزوح وسنوات النزوح، لأنها لم تكن أيام فقط، أتمنى لو كانوا موجودين بين الناس ومهلهم، من الموصل، من صلاح الدين، من الأنبار، ومن ديالة. ولهذا أنا أقولها بصريح العبارة، إحنا ما عندنا ميليشيا، وصحيح؟ ولا عدنا قوة داعمتنا ورانا، هم صحيح؟ إذا إيش عدنا؟ عدنا عقل بتوفيق من رب العالمين، ولسان حق ناطق، وعلينا أن نستثمر الاثنين. شلون؟ نبقى نذكر بالمواقف، نبقى نقول ذول السياسيين اللي اليوم مسوين نفسهم ويا الطلبة، نقول لهم وين شتوا بال 2014 و15 و16 و17 و18 و19 و20، لازم نقول لهم، ولازم نذكر اليوم وباكر وعقبه وبعد سنه وبعد 10 سنين وبعد 20 سنه وبعد 30 سنه وبعد 40 سنه وبعد 100 سنه، ولازم نأرخ لتلك المرحله. أنا استغرب انه الى الان مثقفين وادباء وشعراء وكتاب وصحفيين ما أرخوا ذيك الفترة، لا من أهالي ديالة ولا من أهل صلاح الدين ولا من أهل الأنبار ولا من أهل نينوى. إيش تنتظرون؟ أرخوا ذيك المرحلة وقولوا الصار. كنت أتوقع والله أنا من الناس ما راح يجي عام 2022 وهسه إحنا دخلنا إلى عام 2023 إلا مئات الكتب والإصدارات ستصدر عن تلك المرحلة، لكن للأسف أكو تقاعس من المثقفين ومن الأدباء ومن الكتاب ومن الصحفيين الذين لم يكتبوا عن تلك المرحلة وشون عاشت الناس ومن وقف فيها. لله سبحانه وتعالى، ومن ثم للناس، ومن بعد ذلك للتاريخ، لمن يريد أن يؤرخ التاريخ بلغة الشعوب وهمومها. السياسيين اليوم اللي مسوين نفسهم فرحانين بعيد المعلم، ولا واحد منهم كان موجود، ما عدا شخص واحد، رجل واحد، هو الشيخ خميس الخنجر، الوحيد اللي استثمر طاقات الطلبة وقال لهم تعالوا نعيد المدارس إن شاء الله من الخيمة. مو داعش الإرهابية هدمت المدارس وهجرتكم، أشو بدل المدرسة الهجروها نبني مدرسة، وبدل الجامعة الهدوها نبني جامعة. ليش الباقين ما سووا هالشكل في تلك السنوات؟ لأنه الاستثمار
بالتعليم، حال حال الشجاعة في الميدان والكرم في المضايف والدواوين. شجاعة، شجاعة، مواجهة خصمك بقوة شجاعة، والكرم شجاعة، والاستثمار بالتعليم شجاعة. فكان الرجل شجاع بذلك. هاني أرشفوها عني للتاريخ، قول أنور الحمداني في هذا اليوم بعيد المعلم قال هذه الحقيقة. فمن حقه والله، من حقه اليوم يهني المعلمين والكوادر التدريسية بعيدهم. وشوف المروءة عنده، ما قال احنا سوينا، لأن واجب احنا نقول هو السوى، واجب الطلبة اللي تخرجوا، اللي طلعوا أوائل، اللي كملوا في بلدان مختلفة من دول العالم، بأوروبا وبتركيا وبالخليج وبماليزيا، أن يكتبون عن هاي المرحلة، وبلبنان ليش ما يكتبون؟ ليش ما يكتبون عن الدعم اللي لولا قدمه أبو سرمد ما قدروا، كان هالساعة قاعدين بالخيم. لكن انتشلهم من الوضع اللي هم بيه وقال لهم لا تعالوا كملوا دراسة، يلا كملوا دراسة، توكلوا على الله، سووا مدارس الرصافي ومؤسسة الخنجر التنموية. ليش سواهن؟ لأن الباقين كانوا متعاركين، خايفين على فليساتهم لا تضيع، وعلى أصواتهم الانتخابية لا ما تحصل، ما يحصلوها بالانتخابات، بينما الرجل كان بذاك الوقت يشتغل. فمن حق اليوم من غرد وقال، قال المعلمون هم أساس البنيان وأعمدته، وما زالت الأمم على خير ما دام المعلم عزيزا فيها، فبه نبني صروح العلم وتزدهر ميادين البناء، نفتخر بأن مشروعنا المجتمعي تأسس على أيديهم وخطته أناملهم المباركة، كل عام المعلم قدوتنا في طريق بناء الحياة وصناعة الأجيال. هذا اللي صار، ولهذا لا تستغربون أنا أتحدى كل السياسيين، أنور الحمداني، سجلوها، أنور الحمداني يتحدى كل السياسيين، كل السياسيين، وتحديدا من محافظات النكبة التي تعرضت لها في 2014 والنزوح. أن يطلع لي واحد ويقول والله الطلبة والأطفال بالمدارس استقبلتها مثل هذا الاستقبال، خلي والله يذكرني، طلع لي هاي المادة ترى صارها 5 سنين 4 سنين بالمخيم، بالله خلي يطلع لي واحد من السياسيين غير شيخ خميس يشوفني هيك فيديو، شوف الفيديو بالله، أتحداكم على الهواء. الشيخ يوزع هو يسلم انتم هاي بنات، هاي بنات شوف لي هذا، هذا ولاد، هذا ولاد، هذا شنو؟ هذا بنات، هذا بنات، هاي له، لا هاي بنات شوفي، هذا مال ولد، هذا مو مال بنات، هاي بنات هم يبدلون، ها هسه راح يبدلكم اياها كلها، هذا انت ماخذ فما تاخذ مرتين فمو واحد يطلع لي اليوم بالمدارس، لا اطلع لي بالله بذاك الوقت، بذاك الوقت اتحداهم السياسيين وتحديدا من الموصل والانبار وصلاح الدين وديالة في حينها، دحكي على اللي كانوا هسه يعتبر نفسهم والله احنا صرنا رؤساء كتل وزعامات، زين بكتوا وين كنتوا؟ ليش ما كانت عندكم هيك لقطه؟ والله طلعوا لنا هيك لقطه، ها
ها بس نقطة نظام، نقطة نظام، مو واحد منكم يطلع ليش لقطة وهو بكته كان ماخذ الخرجية من الشيخ خميس الخنجر ورايح، لا اطلع لي انت قول من جيبك صرفت مثل ما سوى الرجل، ليش ما عدكم؟ فما يحق لكم الآن تحتفلون وانتم ما قدمتم بأيام الأزم، والله مو أيام، سنوات النكبة ما قدمتوا بشيء لناسكم. فلما نستذكر اليوم عيد المعلم وإحنا الآن بحبوحة من الاستقرار، لازم نتذكر أيامنا شلون كانت وسنواتنا شلون مرت، وليش أنتوا أحبطتم الناس بينما وقف الشيخ خميس الخنجر يحث الطلبة يقولهم باكر يعني بالمستقبل تحسون قيمة اللي جاي اليوم تمرون به للتاريخ. من واحد من المخيمات ايش قال؟ جاء تدرسون بهاي الخيمة الحارة وبالمخيم، انتم بوضعكم الحالي كأنه تقاتلون الإرهاب، لأن الإرهاب هو اللي راد يمنعكم من أن تكملون دراستكم وتطلعون أطباء ومدرسين ومهندسين وطيارين وضباط تفيدون المجتمع وتفيدون نفسكم وتكملون حياتكم. أنتوا تصرون على الحياة، بارك الله بكم. أنتوا اليوم عليكم يعني هذا الحمل الكبير، رغم هذا أنتوا تكملون هذا الواجب المقدس، هذا عمل عظيم راح تفتخرون به قد ما تكبرون. يعني هاي اللحظة التاريخية من حياتكم من تكبرون إن شاء الله وراح تكملون دراسة راح تتفاخرون بها حتى أمام زملائكم، اللي يطلع برا واللي يكونوا بدائرة واللي يكونوا بمدرسة راح تقول له أنا مو مثلك، أنا بالخيمة ظلت أدرس، أنا الإرهاب هجرني من مدينتي وبقيت متمسك بالكتاب وبالقلم، وبالتالي أنت إلك أفضلية على الآخرين. والمدارس على سبيل المثال سميت بمدارس الرصافي لعدة أسباب. أول شيء الرصافي شاعر عملاق وكبير وعراقي وأنباري وفلوجي إذا رد اعتبره، وإلى الرمادي وعانة وراوة كلهن، لأن هو مر بهن كلهن إضافة للعاصمة بغداد. وثانيا لأنه عندما تذكر الرصافي تذكر أشعاره اللي كانت مع الوطن والمواطن ولم تكن مع السلطة، رغم أنه هو كان صديق للملك فيصل الأول، الله يرحمه الله يرحم الملك فيصل الأول. ولما نذكر هاي المؤسسة اللي ما زالت مستمرة لليوم، علينا أن نقول بأنها إلى الآن كمدرسة ومجموعة، طبعا لما أقول مدرسة يعني أكون مجموعة مدارس أخرى بس باسمها هي مدرسة الرصافي أو مدارس الرصافي، حتى لما ما تفوت البعض خاف يفهمها بس مدرسة واحدة، لا هي مدارس بالفلوجة وبكردستان وراح تستمر إن شاء الله إلى كل العراق، تحقق أعلى النتائج ويتفوق بها الطلبة، رغم أن ذول الطلبة منين؟ هسا لا أحد يقول لي مو أكو فقراء وأكو كلها فقراء، كل إحنا العراقيين بلد غني مثل البعير محمل ذهب لكن ياكل عقل، هسه كليتنا نفس الشيء اسمه يعني، لكن من تجي تقول دولة مروا بظروف نفسيه ما مر بها غيرهم. وما سمعت انا من الناس يوم من الايام على مدى 8 سنوات على مدى تاسيس مدارس الرصافي واكثر ان طلع طالب بمدارس الرصافي طالب بدور ثاني او طالب بدور ثالث، ليش؟ رغم انه هو لو ابن شهيد واكيد ابن مهجر، لو مستشهد لواحد من أخواته أو أخواته أو أمه، فهو عايش المعاناة وهو طفل. وأحكي على الجنسين الأنثى والذكر، لكن مع ذلك الإصرار والتحدي أخذوه من شافوا أكو واحد واقف بظهرهم يقولهم انجحوا والباقي على الله سبحانه وتعالى وعلى توفيقه إلنا أنه نبقى نساندكم. فوقفوا رجال، يعني أنا أقولها لله، الأستاذ الدكتور مصطفى عياش الكبويسي هو مهندس رؤية مدرسة الرصافي أو مدارس الرصافي التي وضع أفكارها وخطتها الاستراتيجية جناب الشيخ خميس الخنجر كزعيم لأهل السنة والجماعة وكزعيم وطني عراقي. فلهذا شوفوا 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 الشيخ خميس الخنجر أنت شوفه يلتقي الرؤساء ويلتقي الملوك والأمراء وتشوفه يحضر أعلى الاجتماعات،
فتقول هذا عنده مجال مثلا كان يقعد ويا يحكي مثلا ويا الأطفال. اي نعم. ليش؟ لأنه قيمة الزعامة الوطنية أن تكون بين أبناء شعبك وأن تحاورهم باللي يستوعبها يستوعب عقلهم حتى تنمي هذا العقل. فشوفوا شلون حكوا ويا الطالبات. يلا هم تحدي ثالث، خلي يطلع لي واحد من السياسيين بذيك الفترة، مو هالساعة مو اليوم، خلي يطلع لي هيك فيديو. من اللي يتحداكم؟ أنور الحمداني. أشو حط عيني بعينكم، خلي يطلع واحد منكم يقول والله عندي هيك فيديو. شوفوا. نشكرك يا شيخ على هاي المبادرة، ونشكرك والله يسامحك إن شاء الله. ونطلب منك طلب، احنا عندنا احنا مرحلة وزارية، عندنا نقص بالكتب، ويعني مرحلة وزارية يعني صعبة، فنريد الكتب يعني الأساسيات إن شاء الله. نشكركم إن شاء الله. سوسن سعد من الأنبار رمادي. أنا اليمية من البعساف. الله يبارك فيك. شكرا. الله يحفظك. شكرا. شكرا. تسلم. الله يبارك فيك. شو اسمك انت؟ أمامة. أمامة؟ ما شاء الله اسمك حلو. منين انت؟ من الفلوجة. ما شاء الله. منين الفلوجة؟ حي الشرطة. حي؟ حي الشرطة. حي الشرطة. منين انت اصلك؟ جنابية. جنابية. يلا سلمي على اهلك. شلون شو اسمك؟ أمامة. أمامة؟ أمامة شو؟ أحمد. فاطمة حسن الضلوعية مجبورية. ما شاء الله. شو الحمد لله. هذا نشتغل الضلوعية هناك. صحيح. الحمد لله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يكرمك. بارك الله فيكم. الله يحفظك. إن شاء الله. الله يحفظك. إحنا راح نفركم باصات. الكتب راح تجي. أي شيء تحتاجونه أنا حاضر. بس نريدكم تصيرون أوائل. الأوائل لهم هدايا زينة. السلام عليكم. نفع الله بك إن شاء الله يا ربي، ونشكرك على هذه الالتفات العظيمة. يعني والله أتلت صدورنا بهذا الموضوع. وجودكم والله أنا فرحت من شفت ما شاء الله بناتنا، وأنتم ما شاء الله عليكم، والله يحفظكم إن شاء الله. لا تحتبين علي يا فلوسي، والبعد مو بليد، ولو بيدي أرد اليوم لدياري، بس غصبا علي أبعد وظل مهموم، يلفلفني الحزن ويغطي مشواري. شو تظنين يا تكريت؟ سهل أعيش بغربة أنا وحيد، وأترك ديرتي وبستاني وأشجاري. يا تعتبين علي الموصل، أدري أنتي ما مرتاحة ولا مرتاحاني وللبعد شاري. بس حكم الزمن والزمن تدري يجور، وعلي جار الزمن وحرمني من داري. علي جار الزمن وحرمني من داري. تراني شوفتك يا فلوشتي والهان ميت موت، واكتب لك حنين بوسط اشعاري. صحيح انا بعدت بس روحي يمك، صحيح انا بعدت بس روحي يمك، ولي اهلي اهل الوطن بالطيب والطاري. مشتاق لهن وناسنا الطيبين، واني بالي ظل مشغول بجاري. شكرا جزيلا. ان شاء الله. هذه بايام واعوام النزوح والمحنه، ومع ذلك التاريخ ناخذ منه عبرة، والماضي ناخذ منه عبرة ونستذكره. وعليه أختم كلامي بهذا الاستذكار، بأن علينا أن نستفاد من تجارب الماضي، ونوحد الصفوف يا أهلنا. كافي اللي مرينا به، كافي الظلم اللي وقع على كل العراقيين، وكافي كل واحد يشتغل نحاول نوقفه عن شغله بدل ما ندعمه ونسانده. فساندوا الرجل أبو سرمد، لا هو وزير ولا هو رئيس وزراء، ورفض أي منصب عرض عليه، بل رفض أي مساومة تصير لأخذ منصب رئيس جمهورية أو نائب رئيس جمهورية. قال أنا خادم لشعبي، هو مو موظف، هو أعلى من المناصب. ساندوا إذا تريدون. ليش صلاح الدين مدمرة؟ ليش؟ الأنبار الله هدى ناسه وأهلها ومحافظها، بطل أبو زيدون وجاي يشتغل زي الباقي. ليش ديالة بعد لي هسه تهديدات عشائرية ومذابح عشائرية تقف وراها جهات ميليشياوية وإرهاب؟ ليش الموصل أم الله هدى أهلها والمحافظ جاي يشتغل؟ وكذلك كركوك ومحافظها
إذن علينا أن نتوحد جميعا ونستفاد من التجارب حتى الخير يعمل الجميع ونتذكر أعوام المحنة. أما الفرات الأوسط والجنوب أهلي وناسي فوالله يا جماعة محنتكم محنتي ومأساتكم مأساتي أن ما زالت المدارس الطينية ومدارس القصب والطلبة قاعدين على القاع شبابيك ماكو وصيف يمر عليهم والهواء يهفي سموم حار والشتاء يجيهم بالمطر يطب عليهم جو الرحلات وهم قاعدين بالقاع رحلتين ثلاثة بصبي 60 طالب. علينا جميعا أن نتوحد صفوفنا ونتكاتف وإلا فالخسران إحنا. كل عام وانتم بخير والله يهدي الجميع ورسالتي أتمنى تكون وصلت. في ملف آخر، أنا شخصيا لم أتفاجأ بل كنت أتوقع ذلك بأن الأخ رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني جاد في داخله جاد بأن يتواصل ويا الشعب، وهو اختار منفذ أو نافذة وطنية، وأعني برنامج الزميل الجماهيري النجم الجماهيري مصطفى الربيعي الوطن والناس في قناة العراقية الغراء. اختار برنامج حر لأنه مصطفى الربيعي صار له 15 سنة يسعى إلى أن يكون برنامج حر. الحرية شنو هو؟ هو بين الناس، فالحرية أن الناس تقدر تحكي بأدب وباحترام وتنقل شكواها. تجربة متفردة هذا البرنامج، وأكثر تفردا الرئيس الوزراء يتواصل يفهم الرسالة، لأن رئيس الوزراء إذا ما يتواصل يوميا ويشوف هيك برامج ويحكي ويا المواطن مباشرة راح يخلي بينه وبين المواطن اكو مساحة كبيرة ما تتعوض، يحس قيمتها شوكيت، يحس قيمتها من يطلع من المنصب يقول اخي عض اصبع الندم مثل ما عضينا هسه كلهم العبادي والمالكي وعادل عبد المهدي ومصطفى الكاظمي وقبلهم الجعفري وياد علاوي. ليش ما تواصلوا ويا الناس؟ انا شخصيا التقيت والله العلي العظيم بال2004 التقيت نوري المالكي اياد علاوي كان رئيس وزراء، هاي المره الاولى والاخيره طبيت بها قصر المؤتمرات حتى التقي والله العلي العظيم. حمايته امريكان واكو وحده ويا امريكيه سمره شعرها هذا، قسما بالله قالت اللقاء 18 دقيقه وصلنا، هي قامت تعدله من وصلت 15 قالت له 3 دقائق هو يسوي. والله هذا رئيس وزراء العراق، بحيث انا انصدمت قلت امريكيه تمشيك، بعدين صارت 18 قالت له كات سكت شكرا جزيلا. ويطلع هسه يحكي لنا على السلاطين اني كنت واني كنت، اما مو احنا كنا همين عايشين ذيك المرحله ما كنا غربه. لكن السوداني حر، السوداني حقيقه دا يثبت انه هو رجل حر ما مقيد باي قيود. احنا كنا متوقعين انا من الناس انك قيود سياسيه عليه، لا طلع حر يقدر يتصل ويقدر يقعد ويقدر ينفذ، وهو رئيس وزراء السلطه التنفيذيه كلها بايده. فاليوم كررها مره ثانيه واتصل في برنامج الزميل مصطفى الربيعي وتحدث ويا المواطنين. وطبعا انا هنا اكو 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 شخصيه اعلاميه يعني متميز، وهو الزميل الصحفي الاستاذ ربيع نادر. لانه لو ما الاستاذ ربيع نادر المدير المكتب الصحفي هو يكون بهذا الدور، ممكن يعني قلت لك السياسي او المسؤول عنده بطانتين، فالبطانة الجيدة هي اللي تقول له على اللي أو الدلي على اللي يعلم إن شاء الله إن شاء الله. فالأستاذ ربيع نادر والله العظيم يعني أنا مثل ما يقولون يستاهل إنه واحد يأخذ له تحية ويرفع له العقال، لأنه فهم شلون يوصل الرسالة لرئيس الوزراء حتى رئيس الوزراء يستوعبها ويتواصل ويا الناس. خلي نشوف ندفع المبلغ نعم. بس ثواني ثواني صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد، الله يحفظك. نعم دولة الرئيس سالم.
خير مصطفى. صباح الخير دولة الرئيس. شلونك؟ الله يحفظك. صباح الخير والعافية عليك. رجعني قبل شوية. اي يمي يمي. قدم لي اسمه مقدم على شبكة الحماية الاجتماعية. هو مستحق. عمو دولة رئيس الوزراء يحكي وياك. نعم رئيس. الله يساعدك يا بنت. الله يخليك ويعزك. شلونك جواك الله؟ يسلمك ربي. ليش ما مقدم على الحماية الاجتماعية الفترة كلها؟ والله قدمتها صار 4 سنين لا كل شيء ما من عندهم. اي والله ما اجاك البحث الاجتماعي؟ لا ولا اجاني. لأن مصطفى ياخذ الاسم والتليفون وادزك الباحث. انا اشكرك ورحم الله والديك. أشكرك أشكرك. دولة الرئيس. أنا أرجع. نعم نعم. إحنا أصحاب المعامل أرجع فيها. شلون؟ يلا رايح أبو مخضر رايح أبو مخضر. يلا. يلا. بس دقيقة. نعم. إحنا أصحاب المعامل كل صار. صباح الخير. قرب لهنا برخصتك. لا لا تعال بس نشوف الاسعار. بس دقيقه سالم خلي يجيب الاسعار. بس خلينا نحكي على الرعايه الاجتماعيه. صار بس خلينا نشوف الاسعار. بس دقيقه بس تعال تعال اجي تعال. لا ما انا اسمع صوتي شويه. صباح الخير. شلونك؟ الاسعار يحكيك دولة رئيس الوزراء. على راسي بس ركز لي بالكاميرا. السلام عليكم. شلونك سيدي؟ والله بس الله حيلك. شلونك؟ شو تريد؟ الحمد لله. كل واحد وسعره. 750. 750 خيار الف فلفل الف ونص باذنجان الف رارنج الف حامض الف ونص. زين الحمد لله. الدورة هاي كانت أغلى ذيش الفترة؟ هاي شنو ياخذون قطعة وعمولة وطبة مال علوة همين كلها حسابات على المال هو يعني. ها؟ يعني نقول على كل كيلو شقد يصير؟ ياخذوا قطعة ألف أو شو اسمه على القطعة ألف عمولة 11%. طيب ومتأذين والله العظيم متأذين. زين فدوة لقلبك. ممنوع ممنوع. نعم نعم دولة الرئيس. أنا جريح عرب أريد أحكي ويا سيد الرئيس. أهم كلام أهم كلام من تجسسي في الحياة. منو من المتقاعدين؟ احنا خالة. ها خالة فدوة روحنا. يا رئيس الوزراء تعال هنا يا امي. قدمت 17 سنة وطلعت كل شي ماكو وهذا ابني شهيد صار له 10 سنين كل شي ماكو قاعدة بالجرادية يا رئيس الوزراء قاعدة بالجرادية والعقار. أم 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 دقيقة حتى هي سمعت وحتى تكون المكالمة فتشي تفيدك انت. نعم يسمعك. نعم بالأمانة بالأمانة بأمانة بغداد 17 سنة طلعت كل شيء ماكو ماكو قاع. هذا ابن 10 سنين شهيد وماكو قاع. ها لا 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 انطاني تقاعد بس اريد من شاربك اريد من شاربك قاعدة بالكفاء 300 اجاري وكل هالجريدية والعقارب والله العظيم 25 متر والله اريدها من شاربك اريدها من عيونك الحلوة اريدها منك اريدها منك اريد قاع. ام خلينا نسمع خلينا نسمع دولة الرئيس. نعم اريدها قاع منك عيوني. خلي يحكي سمعي ام. نعم انا متقاعد. ابني كلام حياتكم انت تدرج عم تسمعين الكلام يا امانه. ترى انا لا اسمع حتى عيوني مناظر وهم ما اشوف والله والله عندي ضغط وسكر وقلب.
نعم لو بس دقيقة دقيقة نعم دولة الرئيس مو قرادي وعرفه عن دهشو يا قرادي قاعد يا هو قرادي هو شو رئيس الوزراء دهشو ياش بيتة نعم نعم إن شاء الله يوصل شكرا لك دولة رئيس الوزراء شكرا بالسلامة بالسلامة طبعا أنا يعني عندي ملاحظات فنية أول شيء اليوم شي حملة دكتور نبيل جاسم رئيس الشبكة شي حملة دكتور نبيل اليوم حقه يرفع خشمه ويرفع صدره ويتباهى لأن أنا أرجع وأقول هذا نتاج اللي زرعه حصد هذا التفاعل وعلى أعلى الهرم السياسي والتنفيذي في العراق أن يتصل ببرنامج فحقه يعني يستاهل دكتور نبيل هاي واحد ويستاهل طبعا حاج جعفر العادي وكل كادر الشبكة مدراء ومنتسبين وعاملين وصحفيين هذا الإنجاز ومقدمي برامج ومعدين ومصورين ومخرجين يعني ومهندسين أبارك لهم جميعا لكن عندي نقطة نظام يعني اتحملوها مني أنا أتمنى أنه الدكتور نبيل جاسم والكادر وياه حاج جعفر العادي والآخرين أن يشوفون مجموعة من الشباب الهندسي إذا داخل الشبكة أو خارج الشبكة أنه تتوفر آلية وأكيد موجودة أنه تكون على شكل سماعة كبيرة واثنين يخصصون يومية بالبث اثنين هذولا تشكل السماعة مباشرة بالتليفون يطلع صوت واضح جدا شو تقولون ها دكتور نبي يعني مو صعبة مو صعبة ولو أنتم موازنتكم الله يساعدكم يعني يا ريت شوية هم يفرجون عنكم لأن موازنتكم حقيقة ما جد كفي شيء بس هذا الجانب يا ريت تسوون مسابقة إبداعية أو تشوفون شلون وهذا يكون لحتى الصوت يكون واضح للناس تقدروا كلهم شياب وعجائز والله يساعدهم النجم الجماهيري مصطفى الربيعي معي مباشرة من بغداد حياك الله حياك الله أستاذ أنور أنت هسه ماشي عليك قلناها قبل حلقات بس قلت لي لا يا أنور أنت الآن المستشار غير المعلن للشعب ولرئيس الحكومة بهذا التواصل فمبارك عليك هذا الإنجاز وهذا الإبداع أولا تحية لك أستاذ أنور وتحية لجمهور التاسعة ولكادر استوديو التاسعة ولجمهور الفلوجة وقبل لا أبدي أبارك لكل المعلمين عيد المعلم وأقول إن شاء الله الله يحفظ كل المعلمين والآباء أيضا المعلمين والله يرحم كل اللي غادرونه وإن شاء الله للمعلم أن تكون مكانه في كل قلوبنا وأيضا في كل مؤسساتنا وأيضا نرجع المعلم لهيبته القديمة اللي كنا دائما ونردد أبيات أحمد شوقي قفل المعلم وفي التفجيل هكذا المعلم أن يكون رسوله فتحية للمعلمين بارك الله بك هذه الرسالة الأولى والرسالة الثانية لو تريد أسألك إذا أسألك أحب أسألك على أنت كنت صحفي متميز بحين كنت في قناة البغدادية الغراء وكنت تنقل هموم النازحين أنا تحدثت عن هموم النازحين حقيقة ورجل وحيد وقف فيهم هو الشيخ خبز خنجر حتى ترجع الدراسة كنت يعني كصحفي حر كنت تشوف الطلبة شلون وبالمخيمات مع ذلك مستمرين بالدراسة ما وقفتهم كل هالظروف شخصت هالشي بجولاتك الصحفية حين يعني في أربيل وغيرها كنا نعم. في أربيل وفي مخيمات حسن شامي و وغيرها وكنا بحركة. في سليمانية وكنا في كل في بحركة كل هاي زرناها عند ما كان البرنامج وشفنا الواقع الأليم وشفنا أيضا الطلبة يعانون وأيضا حتى اللي درسوا وأيضا ممثليات وزارة التربية انتقلت إلى أربيل لكن كل هذا تحدوا الظروف ودرسوا وتميزوا ونقول إحنا وسط كل هذه الظروف أكو تميز هذا الشيء يعني يخلي مصدر قوة مثل من ساعة ما أنه الشيخ خميس الخنجر قال أنه فرق بين واحد مرتاح ويدرس وواحد من المعاناة يدرس صح. المعاناة هي اللي تخلق الإبداع وتخلق أيضا المتميزين يمكن شفنا يمكن العام أو العام طالع الأول شخص ساكن بالريف وأيضا ما عندهم حتى كهرباء ابن الناصرية إذا تتذكر صحيح. صحيح. من قلعة سكر كل المتميزين من قلعة سكر لكن نتمنى من وزارة التربية ونتمنى أيضا من دولة رئيس الوزراء أن يحاسب كل المتسببين بوصول الطلبة إلى هذا أو وصول المدارس خصوصا ملف المدارس إحنا إذا نتذكر أستاذ أنور ملف المدارس الحديدية ملف المدارس الطينية
ملف المدارس اللي تهدمت وصارت مكب نفايات، وإدماج المدارس اللي صارت كل مدرسة بها دوام ثلاثي وثنائي ورباعي أحيانا، وأيضا مدارس الكرفانات. إحنا الجولة اليومية ببغداد وباقي المحافظات، أنا عندي جرد لكل محافظة هاي شقد بيها من مدارس وشقد تعاني وشقد مشاكلها مع مشكلة الأبنية المدرسية. إحنا بفصل الشتاء يعانون وفصل الصيف يعانون، تصور أنت نادرا ما تلقى لك مدرسة بيها شباك وبنكة أو شباك وتدفئة أو أيضا حدث ولا حرج. زرنا هواي مدارس، زرناها في الشمال وفي الجنوب وفي كل المحافظات، شفنا الواقع. بصراحة أكو واقع مؤلم، نحتاج ثورة. إحنا لازم نحافظ على الجيل اللي ممكن نقدر نداركه، الجيل إذا ماكو شدة حزم يروح للضياع للأسف. هذا اللي نريده إن شاء الله، إن شاء الله أكو. أنا حقيقة أنا أسرد أرجع لك على اليوم للمرة الثانية. الأخ رئيس مجلس الوزراء سيد السوداني اتصل مباشرة على الهواء وبشكل مفاجئ، يعني حقكم يا بندق على الخشب، دق على الخشب عمي. حق اليوم دكتور نبيل جاسم، من يحمله؟ من يحمله دكتور نبيل؟ هو أبوه من أبوه من دكتور ليش نبيل؟ ليش 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 من يحمله؟ عمي يرفع صدره عمي، عمي زرع وحصد. لا 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 بس دقيقة، بس دقيقة، نغبطه نغبطه مثل ما أقول نغبطه وخو ما يسمعنا هسا. الحمد لله والشكر، أخ عزيز ومتميز دكتور نبيل، والله يبارك به ويبارك بجهوده هو وكل كوادر شبكة الإعلام العراقي. نعم نعم. يعني شوف أستاذ أنور، أنت حكيت على المشكلة الفنية، لكن القضية غير متوقعة بصراحة، غير متوقعة. يعني أنت تتخيل أنه أنت البرنامج مو برنامج اسمه اتصالات، لكن بعض الأحيان أنه أنا أجري اتصالات فورية ببعض المسؤولين لحل مشاكل المواطنين سريعا على الهواء. يعني اليوم أنا عندما أخذ حكاية من المسؤول على الهواء تخص الدائرة الفلانية أو الدائرة الفلانية، المسؤول يكون أمام مسؤولية على اعتبار أنه هذا الشخص راح يقول له أنا طلعت وياك وهني سويت لي أو ما سويت لي. بالحالتين أنه باكر راح يقول، إذا سوى له عمل خير فراح يذكره، وإذا ما سوى له فد شيء أيضا راح يذكره. هذا البرنامج هو مرآة، مرآة لعمل المسؤول. المسؤول يشوف نفسه عمل صح يلقى الكلام الحلو، ما عمل صح لا راح يلقى الكلام والنقد اللاذع. بس هي ترى سهله سهله، يسوون الجهاز يعني فريق اثنين مهندسين او فنيين، يا هذا الجهاز هاي سماعه باليه معينه على البطاريه سهل ان شاء الله. لا لا انت قبل قويه السياره، قبل قويه السياره تحكي إيه؟ انا اريد اسال قبل لا تحكي انت استاذ انور، ايضا وجه الدكتور نبيل جاسم بحل هذه المشكله. تحياتنا له. ابو من الدكتور نبيل؟ دكتور نبيل بس ما نقول له ابو فلان؟ لا هو ابو أب 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 لا انا دائما اصيح له دكتور دكتور. أيه. وهو ايضا هو دكتور باستحقاقه، دكتور باستحقاقه وصحفي استقصائي مهم. ترى دكتور نبيل يعني مرات صح نختلف ويصير بيناتنا مكافش، بس ترى علاقتنا ترجع لل 96 مو اليوم. يعني صح ايش قد صار العمر. يعني انا بدي اسالك الان حقيقه اي شو تقول؟ عندك تعليق؟ صاحبك بعد انا شو انا شو العلاقه؟ ونعم الصاحب. اردي اسالك الان على الـ 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 التواصل اللي صار بالرئيس الوزراء. يعني طبعا هو بحدود ايضا 20-23 دقيقه، لكن احنا اختصرناه بست دقائق. شنو الرسائل اللي بحث عنها اليوم؟ شو راد يوصل؟ يعني انا شفته سال على المخضر منين دا يجيبوه، هاي بضاعتك، بس هو ما سمع الوليد ما سمع الكلام صح، قال له هاي بضاعتك منين؟ قال له كل شيء سعر. لا هو ما ادري هو قال له قال له من علوه، قال له من علوه الدوره. ايه لا بس بالبدايه قال له يعني معناها مستورد لو محلي. وللعجوز ترى حقيقه اعتقد امر لها بقطعه ارض، لان قال لها عندك شهيد؟ قالت له ايه. من قالت له اني ما اعتقد، بس صار كلام اخر اعتقد. يمكن يا ريت والله متابعوا لي هي شنو اللي صار وشلون بدك تتابع هذا الملف. ايضا إيه؟ تفضل. هذا الملف ايضا يعني المكتب الاعلام مباشره بعد اللقاء يعني تواصل وياي واخذ ارقام التليفونات اللي طلبها سيد رئيس الوزراء. وايضا عده قاعد انه تواصلوا معه، حتى الحلقه السابقه تواصلوا مع الناس، وبعض المشاكل وجهوا الجهات القطاعيه خاطبوهم بكتب رسميه، وايضا بامر رئيس الوزراء تحل المشكله الفلانيه وتحل المشكله الفلانيه. وان شاء الله احنا بعد ايام نشوف الناس نلتقي بها مره ثانيه ونشوف صار لنا شيء. بس ليش ما تصوروها بالتالي؟ لا عفوا يعني بالتالي خلي يصير يعني تحل المشاكل كلها اللي
وليش ما نصوره؟ يعني أنا قلت إنه يعني ما هم التقوا يعني اتصلوا بهم بأول يوم واتصلوا بهم بعد يوم فترة اتصلوا بهم، لكن لحد الآن أنا قلت لهم إنه أنا يجب أن توثق هذه اللقاءات مع المواطنين وأيضا نشوف الناس اللي انحلت مشاكلها. تمام يعني الـ لكن هو اليوم اي تفضل انا ما اريد اقاطعك اريد اسمع تفضل. نعم وياه. لا مو متقاطعنا مو انت سالتني انه الرسائل اللي بحث عنها يعني كانت رسائل سال عن اكو معلم حتى يبارك له، سال انه احد الاشخاص يعني قال انه اريد اهل المنطقه يحشوا لي على الخدمات اللي بيها اهل الصدريه، هاي المدينه اللي تعتبر شده ورد يسكنها مختلف الطوائف والمذاهب والأديان والانتماءات، لكن هي مدينة التعايش العراق المصغر. أيضا يعني تواصل مع الحج اللي هو أول اتصال كان مع الحج حشوية وطلب أنه قال له أنا أريد رقمك وأنا راح ما أقصر وياك اللي ما كان مقدم على راتب الرعاية متباينة. اي ما كان مقدم على راتب الرعاية وكثير من الناس حكوا عليه، يعني بعض الاحيان يعني صار حلقتين يتواجد مو شريحه الفقراء فقط، حتى شريحه الناس اللي اصحاب المصالح. يعني اليوم تواجد صاحب معمل وحشاله عن مشكله المعامل، وذيج الحلقه الفائته حكى احد المستوردين اللي كانت عنده مشكله بالضرائب بس هو ركز على التقاعد. ايضا ركز على التقاعد، سالك اذا اكو متقاعدين، راد سأل إذا كنت متقاعد على اعتبار أيضا حزمة إجراءات اتخذها السيد رئيس الوزراء بما يخص المتقاعدين، وأيضا تسهيل الإجراءات، وأيضا مخاطبة كل الجهات المعنية بعمل وتيسير وسلاسة إجراء معاملة التقاعد لكل المتقاعدين، وهذا توجيه رسمي لكافة الدوائر المعنية، وصدر بيان المكتب الإعلامي، وأيضا هو عفوا أستاذ مصطفى، مدير التقاعد شو اسمه؟ أنا الباحة شفت اتصال وياك بالله إذا تجهز المقطع بس اسمه قبل ما نطلع الاتصال. الأستاذ ماهر ماهر حسين رشيد. ماهر حسين رشيد هذا مدير جيش رئيس هيئة التقاعد. إيش قصار له؟ يعني جديد؟ يعني ما صار له تقريبا شهر اكثر اقل شهر تقريبا من استلم من والله عافية عليه بس دي يتواصل يعني بالله خلينا نشوف رضنا الاتصال تواصل هم اتصل على الهواء وحكي خلينا نشوف الاتصال بالله. انا قبل 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 لا قبل لا انه نتكلم السيد رئيس هيئه التقاعد الاستاذ ماهر حسين رشيد يتصل علينا وانا حيه بالبدايه. حياك الله استاذ ماهر، صباح الخير والعافية عليك وعلى كل هيئة التقاعد. صباح الخير أستاذ مصطفى، صباح الخير عليك على كل برنامجك على الأخوة الأفاضل اللي حواليك. الله يحفظك إن شاء الله. احنا سعيدين بتواصلك الأول مع البرنامج ونبارك لك ونشد على إيدك وإن شاء الله أنت أهل لهذه المهمة والله يوفقك، وأنا أقول المتقاعدين عيونهم عليك. والله يا أستاذ مصطفى احنا بخدمة المتقاعدين امانة اقول لك اياها، انا يسعدني التواصل اياك وانا اللي اشكرك، انا اللي اشكرك بان توصل اصوات هذه الناس، اتوصل اشكرك عن تقدم لنا هذه مشاكلهم همومهم. انا حكت في هذا المقطع يعني حقيقة واضح انه الاستاذ ماهر حسين رشيد يريد يسوي شيء لانه هو اللي تواصل ويا الناس. هذا يخليني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقه في شغله، ولكن خلي يعرف نقطة أنه هو اللي خلى الإعلام ينظر إليه. يقول أنا من الناس مثلا ما كنت أعرف، لأن أنا قبله حقيقة كان رجل متميز شاء من شاء وأبى من أبى، وأعني الأستاذ أياد الجبوري شخصية محترمة ورجل كفوء واشتغل بجد وجهد ويستحق أعلى المناصب. أتمنى الأخ رئيس وزراء ينتبه إلى ذلك، والأستاذ أياد الجبوري ما قصر، لكن الأستاذ ماهر الآن أيضا إن شاء الله ما يقصر، وهو راح للإعلام، يعني مو الإعلام دق بابه، هو جي قال أنا موجود تابعوني، فراح الناس تتابعك الإعلام، وإحنا من عدد استوديو التاسع نتابعك والرابق بك ونشوف رأي الناس بيك. أستاذ مصطفى رأيك؟ نعم والله قلت لك أستاذ، هو هذا مرآة عمل المسؤول، بالتالي ما يطرح بالبرنامج أو حتى بالبرامج أخرى يعني هو المسؤول المفروض يعني يتواصل، لكن أن المسؤول يبحث عن الإعلام
ويتواصل مع الإعلام. يعني بصراحة هو اتصل، يعني ما كانت أنا متصل بي، وكانت قضية تخص التقاعد، إن كان هو متابع لما يطرح، وتحدث مع رجال كانوا اثنين من يعني رجال كبار السن المتقاعدين، وطلب أرقام تليفوناتهم، وأيضا طلب أرقامهم التقاعدية وبعثت له إياه، وقال إنه هذا تليفوني مفتوح مع أي حالة تخص التقاعد وحقوق المتقاعدين. أنا اللي أريد أقول أستاذ أنور، المتقاعدين لهم حق علينا كلنا، على اعتبار أنه أفنوا زهرة شبابهم وأعمارهم في خدمة الوطن. أنا قبل يومين صار سوء فهم من بعض المتقاعدين، وشنوا عليه هجمة ما شاء الله، عندما يعني صار التباس أنه كانت بما يخص زيادة رواتب المتقاعدين أو حزمة الإجراءات. أنا أول أو اي اول لا مو حزمه الاجراءات، حزمه الاجراءات ما تشمل زياده رواتب المتقاعدين. ان شاء الله يعني هذا مطلبنا ومطلب كل الناس، بزياده او رفع السقف الحد الادنى من رواتب المتقاعدين ما يتلائم مع الغلاء المعيشي اللي جاي نعيشه. كانت الاتصال الاول، اول مطلب حكيته ويا السيد رئيس الوزراء قلت له المتقاعدين وزياده رواتبهم، هذا الشيء اللي اتذكره. لكن انه بعض الاحيان انا قلت 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 يحتاج زياده رواتب المتقاعدين الى تشريع. البعض هاجمني قالوا لا مو تشريع، من صلاحية مجلس الوزراء بعد أن يكون هناك تضخم يحتاج أكو مادة، يمكن مادة 36 أو المادة 16 شيء أحد المواد في قانون التقاعد، إذا كان هناك تضخم وصلاحية مجلس الوزراء بعد تقرير وزارة التخطيط أنه يصوت بزيادة رواتب المتقاعدين والحد الأدنى. نتمنى ونضم صوتنا إلى صوت المتقاعدين اللي دائما يناجدون ويطالبون بزيادة رواتبهم، وأيضا كل الشرائح اللي تستحق الغلاء المعيشي وأيضا الوضع الحالي. سام مصطفى، عندي طلب من المواطنين يريدون أذيع رقمك الهاتفي على هو أذيعة. إليك الجواب، كيفك عادي يا أبا، سجلوا عندكم 00964 780 1 وبكيفكم بعد. لا مو هذا، مو هذا، مو هذا، مو هذا، ذاك 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 الثاني. هذا اثنين عندي، ما ابي علاقة. لا لا خلي ياخذوه والله. لا 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 استاذ انور، اولا لا 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 انا اعرف انه انت عندك، احنا مو مسؤولين. لا لا احنا احنا مو مسؤولين نغلق هواتفنا بوجه المواطنين. اكيد اكيد، عفوا عليك. احنا اصحاب قرار، ولا احنا اصحاب قرار. ممكن انه احنا وسيله تواصل بيننا وبين بين المواطن وبين المسؤول، وهذا ندل على شيء، هذه مسؤوليه، وهذا ايضا مسؤوليه خلاها علينا الله سبحانه وتعالى. دي يختبرنا يجوز، يقول ذولا يعني عندهم هاي الوجاهه وطيتهم هاي النعمه ان يكونون عندهم مقبوليه، خلي نشوفهم، فان شاء الله نكون اهل لهذا الشيء. ان شاء الله بارك الله بك. لكل الناس اعتذر، لكل الناس اللي بعض الاحيان ما اقدر، يعني شوف راح اقول لك استاذ انور، انا من يوم الاتصالات لحد الان تليفوني ما سكت، واي الحمد لله والشكر. لكن اقول بعض يتصور انه هناك دوله رئيس الوزراء مدلة على شيء، فهذا تواصله شيء يحسب إليه بصراحة، أنه يتواصل مع المواطنين على الهواء بلا قطع بلا رتوب. هو الأول من نوع، يعني من 2003 اليوم أول واحد يسويها، من الشارع، من 2003 اليوم أول واحد يسويها على مستوى رئيس وزراء. المسؤولية أستاذ أنور، أستاذ أنور، المسؤولية يتحملها رئيس وزراء فقط لو الوزراء لا والله كلها، لا كلها، حتى الشعب يتحمل. لا لا المسؤوليه، لازم تصير المسؤوليه. لا 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 استاذ، استاذ انا إيه؟ استاذ انور، انا اليوم من اوجه رساله بح صوتي لاكثر من مره لدوائر معنيه، لكن ماكو استجابه ولاكو تواصل. هذا اليوم ممكن تذكر يعني عدد من الدوائر، ممكن تذكر من الدوائر اللي ما متواصله، خلي يسمعها رئيس الوزراء من الدوائر اللي ما تواصل مثلا. يا يعني ابسط شيء امين بغداد وامانه بغداد، اوه هاي ابد ما تتواصل، يا ريت يغيرها والله، يا ريت والله يستحق. يعني بس دقيقه، ها يعني وزارات ايضا، هو وزاره النفط ولا اكو اتصال ولا تواصل ابدا، يعني مع العلم والتربيه عاصم جهاد استاذنا، التربيه كانت في وقت سابق، لكن حاليا كريم السيد اهم، ماكو تواصل حاليا الزميل كريم السيد. لا لا التربيه اكو تواصل، حاليا اكو تواصل زين. بعد بس استاذ عاصم تحياتي لك عزيز عاصم جاد، احنا اشتغلنا سويا وهو صديق واخ، لكن استاذنا انا اقول استاذنا، انا قلت استاذ، لا يعني بالنسبه لك يعني ليش لا يعني، بس انا بالنسبه لي اخ وصديق، بس اعتقد هو اعلاميا ما نجح،
يعني بصراحة إعلاميا تقولب، يعني لو باقي رسام وباقي تشكيلي وباقي شخصية وخلاص يعني كافي لزق بالمنصب، يعني هم 20 سنة بالمنصب كافي. تحياتي لك. نعم أنا لا بقية الهيئات، هيئة الجمارك صار رسالتين أو أكثر من رسائل، هيئة الضرائب، هيئات هواي ماكو تواصل مع العلم. موجه توجيه من سيد رئيس الوزراء بالتواصل مع كل ما يطرح في وسائل الإعلام وفي السوشيال ميديا، هذا عملكم كل وزارة إنجازها بقدر ما مشاكل الناس. الأستاذ محمد حنون شلون؟ الأستاذ محمد حنون والتجارة يتواصل لا. له على الهوى يسمعنا الآن السيد وزير التجارة الأستاذ أثير داود الغيري. الأستاذ محمد يتواصل له لا؟ محمد حنون يتواصل له لا؟ ويا برنامج لا ما يتواصل. ليش يا أستاذ محمد يتواصل ويا كل البرامج؟ أنت صحفي من الطراز الأول. لا إيه هسه احنا لا استاذ انا اقول مرات مو كل واحد يقدر يحضر البرنامج، الناس عندها شغل عندها التزامات عندها اعمال عندها لا هي مو بس هاي من البرامج على الهواء. انا بدك اشوف لك سر، اوكي ترى 99 من البرامج بكل القنوات مسجله ما عدا يمكن استوديو التاسعه والوطن والناس وكم برنامج لله وللتاريخ. خاف واحد بعدين يفهمنا ليه صر ويانا بالضيوف الريده ضيف يطلع عنده بغير قناه بنفس الوقت، يا بشلون بنفس الوقت قال مسجلته زين فما يقدر يطلع ويانا ضيف على الهواء. انا اشكرك انطيناك فرصه اليوم خوما قاطعناك اليوم هوايه. لا زين الحمد لله. يلا بس ولو صديقاتك راح يزعلن بس يا جماعه بس ترى العصفوره تقول انه مصطفى الربيعي قريبا راح يخطب، ما تشوفوا الاناقه والجمال وهذا، فاخويا هو مبروك والله يا عمي. اشاعات طبال والعرس لابن عمي لدبك بعرسك ولا يهمك من الفلوجه على قولت الاستاذ ماجد المهندس يقول اشاعه وداعتك صدق اشاعه. والنعم من الاستاذ ماجد ان شاء الله قريبا نشوفه في بغداد لا نكشف سره، بانه جناب الشيخ خميس الخنجر وعد الاستاذ الفنان الكبير ماجد المهندس بان تكون الى اطلاله مميزه في بغداد، وهذا سيكون مفاجاه لكل الجمهور. طبعا الاستاذ ماجد المهندس برنس للفن الخليجي والعربي وبدءا العراقي. تحياتنا الى الاستاذ ماجد المهندس، بطل 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 استاذ ماجد. شكرا جزيلا. شكرا لك يا مصطفى، شكرا لك ايها المبدع العراقي الاصيل. شكرا وكل العراقيه شلع قلع، حجي جعفر العايدي، دكتور نبيل جاسر، مصورين، مخرجين، معدين كلهم. أحيي. لا استاذ انور، انا هذا النجاح ما كان الا كان هناك فريق من العمل من الجنود المجهولين يقفون خلف الكاميرات بارك خلف الله الكواليس وفي الاستديوهات بارك وكل مفاصل شبكه الاعلام. صارت بالعشره. شكرا لك وشبكه الاعلام. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 انور كاشفهم صوت لاعبهم وما قدروا يسكتوا. الساعة 9 حداني راجع بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 انور كاشفهم صوت لاعبهم وما قدروا يسكتوا. حتى الظالم صوت المواطن بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو 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 صوت المواطن يتحدى الظالم وما قدره.